وهرجع تاني اقول لينا احنا الرجاله يعني. وبعد بعض الناس يقول انت بتزودها قوي مع الناس يعني، والله العظيم انا ما بزودها، بس انتوا مش عارفين ان انا مش بزودها، بس انتوا مش عارفين ان ربنا طلب مننا ان احنا نحترم ونقدر ونخلي بالنا جدا من المرأة كلمة مش عجباني يعني، يعني من الست يعني، البنت الصغيرة لغاية لما تبقى في أي سن. خلي بالكم، أنا ما بكلمش السيدات، أنا بكلم الرجالة، أنا ما بكلمش الستات خالص. وده مش زي ما الناس يقولوا أنت يعني على يعني موقع التواصل حرام عليك، ما بيدخلوناش البيت مش عارف إيه. لا طبعا، معقول كده؟ ها؟ معقول كده؟ مش معقول يعني، لكن بيقولوا كده، بيقولوا أنت يعني مزودها. لا أنا مش مزودها، وإحنا كل اللي بنحاول نعمله، وأنا قلت الكلام ده قبل كده مرة واتنين، إحنا بنحاول يعني نوزن الحكاية. فكل التقدير والاحترام ليكي. وكان من كم يوم كنت عامل لقاء بعد الفطار كده، فحد منهم سألني يعني، كانت السيدة يعني بتقول لي أنت ليه يعني ليه كده مع الناس يعني مع الستات يعني. فقلت لهم الواحد فينا مش عارف الكلام ده هيبقى مناسب يقولوا كده في المنصة دي ولا مش عارف. قلت لهم الواحد لما يبقى ليه بطن يعني بقى مش عارف يمشي، تعبان يعني، ودي تقعد 9 شهور شايلة وما بتنامش وتاكل شيء فربنا اللي قال، هو ربنا قال حملته وهنا على وهن يعني. والنبي لما قال وصى قال له مين؟ قال له أمك ثم أمك ثم أمك. طب ليه يعني؟ هم دول بيتكلموا يعني أنبياء الله، بيتكلموا بالوحي يعني عن الله سبحانه وتعالى. فالفكرة لما بنقول الكلام ده في مناسبة زي دي بنأكد على معاني لينا كلنا.